نروح مع حضراتكم لتقرير آخر. وفي ظل الجهود الكبيرة اللي بتتم لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا، تم إطلاق حملة طرق الأبواب في 6 محافظات، وقدرت فترة قليلة جدا أنها تطعم أكثر من 1,000,000 مواطن. أعلنت الحكومة عن تطعيم أكثر من 1,000,000 مواطن بالجرعات 3 من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب التي انطلقت من محافظة المنوفية يوم 8 فبراير الماضي، وانتقلت إلى المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. تأتي حملة طرق الأبواب في إطار حرص الحكومة على الوصول للمواطنين المستهدفين بالتطعيم في الأماكن النائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ورفع المناعة المجتمعية. كذلك فإن الفرق الطبية يرافقها 2,500 فرقة من التثقيف الصحي تقوم بالمرور على منازل المواطنين ومواقف الأتوبيسات والأسواق الشعبية والمدارس والمناطق الصناعية والهيئات والمؤسسات، وذلك للتأكد من موقف التطعيم للمواطنين بهذه الأماكن. تسعى الحكومة للتوسع في حملة طرق الأبواب وحملات التوعية لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي ودقيق لتحقيق التواصل الدائم، وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورفع مناعتهم المجتمعية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.